سلمت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا 324 طفلا وامرأة من عوائل تنظيم داعش الإرهابي لدولهم خلال عام 2021. فهل سيشهد العام المقبل وتيرة أسرع وأكبر لاستعادة الدول لرعاياها من عوائل تنظيم داعش؟ لم تتوقف الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا خلال العام 2021 عن العمل في كافة الصعد والمجالات، سعيا منها لتطوير المنطقة من جهة وتحقيق المزيد من الأمن والاستقرار من جهة ثانية. وضمن هذه المساعي كان ملف إعادة عوائل تنظيم داعش الإرهابي إلى دولهم من أولويات الإدارة الذاتية، فكان لها أن نجحت بتسليم مئات العوائل خلال العام الجاري. دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أكدت تسليم الإدارة 324 طفلاً وامرأة من عائلات عناصر التنظيم الإرهابي الأجانب إلى ممثلي دولهم خلال العام 2021. ووفق دائرة العلاقات الخارجية فقد تم تسليم 92 شخصاً منهم 68 طفلاً إلى الخارجية الأوزبكية في نيسان الماضي، كما سلم ممثل الخارجية الروسية 62 شخصاً على 3 دفعات كان آخرها في 15 من كانون الأول الجاري، فيما استلمت حكومة إقليم كردستان 4 دفعات ضمت 23 شخصاً منهم 9 نساء و14 طفلاً. كما سلمت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مطلع آذار الماضي 10 أطفال أيزيديين إلى أمهاتهم. ومن الدول التي استعادت بعضاً من رعاياها كندا وهولندا وأوكرانيا وفنلندا وبلجيكا ومقدونيا والسويد، بالإضافة لألمانيا والنرويج والدنمارك وعدد من دول أخرى. وتطالب الإدارة الذاتية بشكل مستمر الدول الأجنبية بضرورة أخذ رعاياها من تنظيم داعش الإرهابي، حذرة من أن الأطفال يكبرون ويتلقون الأفكار الإرهابية من أمهاتهم في المخيمات، الأمر الذي سيؤدي إلى ظهور أجيال جديدة من التنظيم الإرهابي. هذا وكانت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قد سلمت العام الماضي 282 طفلاً وامرأة من عائلات عناصر داعش الإرهابي إلى الدول الأجنبية. أرحب بضيفي من لندن الدكتور زارا صالح كاتب وأكاديمي. أهلا بك دكتور زارا. إذن الإدارة الذاتية تكشف عن حصيلة عمليات تسليم أطفال ونساء من عوائل تنظيم داعش إلى دولهم، نتحدث هنا عن 324 شخص بين طفل وامرأة، كيف تقرأ هذا الرقم الضئيل حقيقة؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. مساء النور. بكل تأكيد يعني موضوع داعش وأطفال وعوائل داعش باعتقادي موضوع له أهمية يعني قوية جدا، خاصة فيما يتعلق بكون هذه كون القضاء على التنظيم في كجغرافيا في سوريا وفي شمال شرق سوريا لم ينتهي. كون هذه العوائل بالتقدير لا تشكل فقط قنابل موقوتة بل هي أحزمة ناسفة، وفكر داعشي أشد تشددا حتى من مقاتلي داعش. يعني لهذا تحاول هذه الدول ألا تستعيد رعاياها لأكثر من سبب، ورغم النداءات المتكررة من جانب الإدارة الذاتية التي تحملت عبء هزيمة داعش والضحايا التي والشهداء اللي قدموا في هذا في معركة الإرهاب، وأيضا التبعات الأمنية والمالية حاليا، يعني حماية أخطر معاقل اليوم. يعني كما نشاهد هناك بين كل فترة وفترة هناك محاولات عدة لتهريب عناصر من داعش أو اغتيالات تحدث هناك، يعني موضوع خطير جدا بتقديري. لهذا كافة الدول تحاول ألا تستعيد رعاياها، أولا لأنها لا تريد أن هذه العناصر تؤثر عليها عندما تستلم هذه الرعاية. بتقديري هي تفكر من نشر فكر الإرهاب بين في مجتمعاتها
أولا هذه النقطة، النقطة الأهم خاصة بالنسبة للدول الأوروبية، استعادة الرعاية لها تبعات أكثر من تبعات أكثر بأكثر من جانب، التبعات المالية والاقتصادية والتبعات القانونية والحقوقية، لأن حسب قانون قوانين هذه الدول يجب أن توفر هذه الدول أولا الرعاية والحماية، وهي ستكلف الملايين من الدولارات، وأيضا القانون يسمح بها لهؤلاء بأن يكون لهم محامين يدافعون عنهم. أي عملية ستستغرق العشرات من السنين، وهذه ستكلف هذه الدول المئات الملايين من الدولارات، عدا عن جانب كما ذكرت جانب نشر فكرة التطرف بين هذه المجتمعات. دكتور زارة تحدث عن أسباب عدم استجابة الدول لمطالب الإدارة الذاتية باستعادة رعيها، لكن هل من الممكن أو نتحدث هنا ربما ضعف آلية يعني مثلا أو إقناع الإدارة الذاتية لهذه الدول باستعادة رعيها أن يكون ضمن أحد الأسباب؟ طبعا أعتقد هنا الجانب الأمريكي الذي هو يعني يعتبر الشريك الأساسي، يعني خاصة كما نعلم بأن قوات السير الديمقراطية هي شريك ضمن قوات التحالف، يعني من أجل هزيمة داعش، وأمريكا تقود هذه العمليات. يعني عمليا يعني بتقديري كان حري بأمريكا أن تضغط على هذه الدول رغم أنها تحاول. يعني أتذكر في فترة ترامب كان ترامب يدعو بقوة لهذه الدول أن تستعيد رعاياها، لكن بتقديري كما ذكرت يعني الآلية واضحة، لا يعني لا تحتاج الكثير من يعني لا تحتاج إلى موافقة دولي أو مجلس الأمن، كما موضوع إقامة محكمة في شمال شرق سوريا في مناطق سوريا. هي هذا القرار يحتاج إلى جلسة مجلس الأمن وموافقة رسمية من هذا بالنسبة لمحاكمة عناصر داعش، لكن ما هو المطلوب الآن لاستعادة الدول لرعاياها من الأطفال والنساء؟ عوائل داعش أتحدث، ما هو المطلوب؟ أعتقد يعني على الإدارة الذاتية أن تتواصل بحكم تواجد هذه الدول ضمن التحالف الدولي، وأن تتواصل معها بشكل مباشر، وأيضا يعني تستغل الوجود الأمريكي في المنطقة لكي أيضا تضغط من جانبها على هذه الدول لكي تقوم باستعادة رعاياها. يعني كما نعلم العديد من الدول استلمت بعض الأطفال وبعض النساء، لكن هذا يعني غير كافي. يعني كما نعلم هناك 62 ألف شخص يعني داعشي من عوائل داعش موجود في الهول وفي مخيم روج. يعني موضوع لا يمكن معالجته بهذه الكمية الضئيلة من استعادة الرعاية هذا. ولكن بتقدير يعني حتى إذا حاولت الإدارة، لا يعني لا الآلية كما ذكرت قد واضحة، لكن الاستجابة ستكون ضئيلة، وسيظل هذا الملف معلقا إلى انتهاء الأزمة السورية. وأيضا هناك بعض الدول يعني أستطيع كمثال يعني بريطانيا أو دول أخرى عملت يعني وضعت حواجز أمام استعادة رعاياها. يعني في بريطانيا صدر قانون منذ سنتين من وزارة الداخلية البريطانية بإسقاط الجنسية من كل شخص له ذهب إلى سوريا وانضم إلى داعش. هذا عمليا يسقط الجنسية البريطانية، وهؤلاء لن يعودوا رعايا بريطانيين. وهناك دول أخرى أوروبية عملت هكذا لتقطع الطريق على أي مجال أو فرصة لاستعادة هؤلاء من مناطق شمال شرق سوريا. خلال العام هذا الجاري 2021 كما ذكرنا 324 عادوا إلى دولهم من أشخاص من عوائل تنظيم داعش، باعتقادك هل تتوقع أن يشهد العام المقبل يعني وتيرة أسرع وأكبر باستعادة الدول لرعاياها من عوائل تنظيم داعش باعتقادك؟ يعني في مراقبة يعني سريعة لما حصل في العام الماضي وفق تقريركم أيضا، وإذا قرناها بالوضع السياسي يعني وتوقعات العام المقبل، لا يوجد حل سياسي قريب في الأفق في موضوع الملف السوري، وهذا بتقديري سوف يعكس
يعني يعكس بشكل مباشر بأن الرقم لن يزداد، لأن لن يكون هناك حل جذري لموضوع استعادة الرعاية، موضوع داعش بشكل عام. يعني هناك يعني أطراف دولية تحاول الاستفادة من هذا الوضع، حتى هذه أيضا إضافة، هذه النقطة أيضا يمكن فهمها من خلال الإصرار على عدم استعادة هذه الرعاية وفقا للأسباب التي ذكرتها سابقا. نعم. لكن هذا لا ينفي بأن هناك مصالح لدول أخرى في إبقاء الوضع كما هو، ويعني سيظل كما ذكرت الملف معلقا ب معروف أن هذا الملف يعني معقد وشائك جدا، خاصة لتدخل الدول في الأزمة السورية. أشكرك جزيل الشكر من لندن الدكتور زارا صالح، كاتب وأكاديمي، شكرا لك. مشاهدينا والشكر موصول لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.